السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى بالشابتر الثامن بعنوان Register Transfer Level من مساق Digital System Design. في هذه المحاضرة، وهي المحاضرة الثالثة، سوف نتناول موضوع رئيسي. سوف نتناول الـ ASM and Data Bath Algorithmic State Machines and Data Bath، ثم سوف نتناول Design للـ ASMD Chart. في المحاضرة السابقة طبعا تناولنا فقط الـ ASM. في المحاضرة الثالثة وهي الحالية سوف نتناول الـ ASMD، ثم نطرح ديزاين للفلو تشارت، للتشارت ASMD تشارت. أي حال، لما نتكلم على ASMDs، ASMDs عادة were developed إنه تعمل clarification or providing two things. أول شيء was developed to clarify the information displayed by the ASM chart. الآن بدنا نعمل clarification لل information. قبل ASMD chart was not clarifying the information، لكن في ASMD بده يصير clarification لل informations. أي واحد. اثنين، أنا حنتناول control units، يعني بمعنى آخر بدنا نشوف كيف effective tool لما نعمل design لل control unit بالنسبة لل ASMD. هذا طبعا فور جيفن لما يكون عندنا الداتا باث يونت. الداتا باث يونت هو اللي له علاقه بالبروسيسنج للداتا، مش للكنترول. الكنترول هو اللي بيودي السيجنالز للداتا باث يونت على اساس تعمل بروسيس لسيرتين فور اكسكيوتينج سامثينج. اي حال، لما بنطلع على اس ام دي والاي اس امز هو الى حد ما قريبات، ولكن يختلف في ثلاث أمور. الأمر الأول في الاختلاف، طبعا أنا بتكلم بالنسبة للاختلاف فقط، الـ ASMD chart بعمل listing للregister operation within the state box. الـ ASM كان بعمل الـ operation registers operations within the state box، هنا not within the state box. لكن إيش اللي بيصير في الإج تاع التشارت تاع الـ ASMD chart؟ الإج تاعه هنا بنحطه للريجستر أوبريشنز. الريجستر أوبريشنز طبعا with the transition state transition، يعني بمعنى آخر بصير الإكسكيوشن within the next states indicated by the إج. هيكون الريجستر أوبريشنز عند الإج ولكن ليس داخل الستيت باكس. هاي الشغلة الثانية. الشغلة الثالثة، الـ ASMD chart بيعملش conditional box أو includes، هو بيعمل including للـ conditional box، ولكن هذا الـ conditional box بيعمل identification لإيش؟ للسيجنال. السيجنال جاي من وين؟ جاي من الـ controller. السيجنال اللي جاي من الـ controller بيعمل identification لمين؟ للـ register operations. يعني بمعنى آخر الـ ASMD chart صح بيبقى associated with register operations، لكن with the state transition مش within the state itself، يعني within the next state، وهذا هنشوفه خلال الديزاين. مش within the state هيكون الاوبريشن تاعه with the transition with the state transition not within the state itself. اي حال، هذه تقريبا الفروقات اللي بنتكلم عنها بالنسبه للASMD والASM. الASMD chart في steps حنستخدمها على اساس تسهل الامور لي. يمكن ثلاث steps حنستخدم. اول step بدك تعمل specification للstates، يعني specifying only the states.
ستيتس بتاعت مين؟ بتاعت الكنترولرز وبتاعت الانبوت سيجنالز. طبعا لما احنا بنقول الكنترولر والانبوت سيجنال لانهم هم اللي هيأثروا في الترانزيشن في الستيت ترانزيشن. لما بده يصير عند ستيت ترانزيشن من تي 0 تو تي 1 او 00 تو 10 الان في ترانزيشن. الان هنا بيعمل سبيسيفيكيشن لمين اللي بحسره اللي بحدد الترانزيشن مين؟ الكنترولر اللي موجود، السيجنال كنترول اللي موجود، والانبوت سيجنال نفسه. اي واحد. الخطوه الثانيه الايدج تاع الاس ام شارت، لازم اعمل انوتيتنج للايدج تاع الاس ام شارت. الايدج تاعه ليش؟ اساس اعمل انديكيشن للريجستر اوبريشن تاعت اوف ذا باث يونتس. شغلة ثالثة بدي اعمل ايدنتيفيكيشن للكنترول سيجنال. هذا الكنترول سيجنال تم توليده من قبل مين؟ واز جنريتد باي ذا هو باي كنترولر. طبعا الكنترول سيجنال بيعمل كوسينج لايش؟ بيسبب في ايش؟ بيسبب في الاوبريشن اللي بدنا نعملها بالديتا يونتس. وهذا الكلام هتفهموه هيبقى اوضح لكم من خلال الديزاين اتسلف لما نبلش نحل مثال. زي المثال الامامي، هي مثال امامي بنتكلم على ASMD charts. المثال ايش بقول؟ في عندي data path unit. data path units موجود في 2 JK flip flops، موجود عندي 2 JK flip flops. الفليب فلوب الاولاني اسمه E والثاني اسمه F. يعني الداتا باث يونتس عندي 2 فليب فلوب بلس كاونتر. الكاونتر تاعي 4 بت كاونترز، ببلش من least significant bit which is A1 up to A4. A4 هو الموست significant bit، دير بالكم. يعني بنبلش من 0000، دير بالكم 4 بتس. اذا بدي اعد من 0000 لما اصل لوين؟ اصل لو 1111، لكن ضمن conditions مش عادي. يعني ملخص الامر هيكون عندي 2 flip flops E plus F، وهيكون عندي counter 4 bits counter من A1 to A4 as most significant bit. اوكي نبلش الان السيستم اوبريشن. عساس يصير اوبريشن اكسكيوشن للثينجز، بنبلش بستيت بوكس. الستيت بوكس هو عبارة عن S starting signal عند الستيت بوكس. S الS لو كان بيساوي 0 السيستم remain in the initial state، بظل تحت الانيشال ستيت which is T0. لكن لو ال S1 الاوبريشن وين بروح؟ if S1 the operation cycle clear counter A. اذا ال S بيساوي 1 اول شغلة بيعمل clearing للكاونتر بغض النظر ايش قيمة الكاونتر الموجودة فيه، بسفره. يعني لو كان عند لنفترض الستيت كانت عند الديسيمال 5 بيعملوا 0، كان عند ديسيمال 10 بيعملوا 0. اذا بيعمل clear لمين؟ لل A، وبيعمل كلير كمان للفليب فلوب اف. لكن الاي ما بقرب عليه بناء على المعطى اللي امامي. اذا الاس 1 بيعمل كليرينج للكاونتر اي وبيعمل كليرينج للفليب فلوب اف. بعدين ما خلصناش من الستيت اللي احنا فيها، بعدين بروح الكاونتر از ذن انكريمنت باي 1 ستارتنج فروم ذا نيكست كلوك بالز. دير بالك هاي الكاونتر بيصير increment، يعني عمل clear للكاونتر خلاه 0000، ثم بيصير increment plus 1. لكن وقتش الانكريمنت بيصير؟ مش بالستيت اللي انا فيها، بالنكست ستيت، بالنكست كلوك، يعني عند تي 1 مش عند تي 0. الانكريمنت بيصير عند تي 1 وليس عند تي 0 بناء على المعطى الامامي. And keep on incrementing up to the moments or until the operation stops. وبضل يعمل increment لما الoperation يوقف.
اوكي لسه ما خلصناش. انا احنا موجودين عند تي 1، هنا كنا عند تي 0. التي 1 سوري لسه احنا هنا عند تي 0، ولكن الانكريمنتيشن اتسلف العداد بده يعد وين؟ بالكلوك اللي بتيجي، يعني عند تي 1. اوكي نوفي الكاونتر بيتس، الكاونتر بيتس البتات تاعت الكاونتر الموجود عندي الـ A1 A2 A3 A4. بقول كاونتر بيتس A4 A3 determine the sequence of the operation. الكاونت القيم الموجودة بعند A3 A4 هم بدهم يحددوا لي السيكونس تاعت الاوبريشن اللي هتروح فيها. يعني اللي انا بفهم للحظة هذه للنقطة هاي انه A1 و A2 ما لهم تأثير بالسيكونس بالاوبريشن، سيكونس اوف اوبريشن او اوبريشن سيكونس. اللي بحدد الاوبريشن او السيكونس اوبريشن A3 و A4 طبعا ضمن كونديشن حنقراهم الان. اذا نحط في ذهنك بلشنا هنا من S0، S بيساوي 0 بضلوا بالنيشال ستيت which is T0. اذا S كانت عند الانيشال ستيت which T0 كانت 1، بروح بعمل كلير للفليب فلوب، سوري بعمل كلير للكاونتر وبعمل كلير للفليب فلوب F، وبعدها بصير انكريمنت للكاونتر بالنكست كلوك بالتي 1 يعني مش بالتي 0. الان قيمة الفليب فلوب which is E3 وE4 هم اللي بدهم يحددوا الاوبريشن سيكونس. اوكي نوفي إذا كانت E3 بتساوي 0، أنا أعمل كلير، أعمل كلير لمين؟ أعمل كلير للإي، الإي اللي إحنا ما تطرقنا لها قبل شوية. أعمل كلير للإي and the counter keeps in counting، وبضل الكاونتر يعد. هذا في حالة الإي 3 كانت 0 بغض النظر عن قيمة إي 4، هو لسه أنا بتكلم عن إي 3 0، إذا بعمل كلير للإي وبضل الكاونتر يعد. ولكن إذا كانت الإي 3 بتساوي 1، الإي إيش بده يعمل؟ بده يعمل setting the flip flop E to 1 بغض النظر إيش قيمة الإي الموجودة، بدو يخليها 1. إذا كانت 0 بدو يخليها 1، إذا 1 بدو يخليها برضو 1. هذا في حالة E 3 بيساوي 1. نبلش بعدها نوفي لسه عندنا الـ A4، ثم إحنا ثم then if A4 دير بالك A4 بيساوي 0 under mean under الـ A3 بيساوي 1، مش under A3 بيساوي 0، under A3 بيساوي 1 بيعمل الشغلة هاي. بعدين بيجي بشيك على A4، إذا كانت الـ A4 بتساوي 0 الكاونتر keep in counting، يعني الـ A3 1 والـ A4 بيساوي 0 الكاونتر بضلوا counting. طبعا الكونديشن تاعت هذا صح تنساها، الـ A3 بيساوي 1 سوري الـ A3 بيساوي 1 الـ E بيعمل له set to 1. نوفي ضمن الكونديشن E3 بساوي 1 تحتيها، ولكن إذا كانت الـ E4 بتساوي 1 مش 0، إيش بده يعمل بالـ F هنا؟ الـ F اللي حكينا عنها قبل شوي هان اللي عمل لها كلير بـ T0، هنا لما كانت صارت الـ A4 بتساوي 1 بده يعمل ست للـ F ويخليها 1. وقتيش بالـ next clock pulse دير بالك، يعني اذا كنت انا هنا في تي 1 توفى الشرط انه الاي 3 بيساوي 1 والاي 4 بيساوي 1، بده يعمل للاف 1 وقتيش، وانا كنت بالتي 1 بده يحطها في تي 2 لما تيجي الكلوك تي 2، حنيتها بده يعمل سيتنج للاف يخليها 1، وبعدين بده يوقف ستوب سيستم كاونتينج، بوقف كاونتينج. تقريبا هذا ملخص السؤال الموجود عندي، الديزاين الموجود امامي. اوكي نبلش نرسم بالديزاين تاعي.
اوكي هنا الستيت دايجرام دير بالكم. لو اوكي نفس الكلام هذا انا حطيناه هنا بس على اساس نتذكر، لانه البنادم بنسى، لازم بده يطلع عليه يشوف ايش اللي لازم يعمل. هذا الستيت دايجرام، قلنا بالنسبه للستيت دايجرام هو ببين الترانزيشن من ستيت لانذر ستيت جيفن كونديشن، لكن الاوبريشنز ضمن الستيت دايجرام ببينش، وهذا اتفقنا عليه في الاي اس ام. الان بالانيشال ستيت، هيها بالانيشال ستيت لما كانت تي 0 والاس 0 بضلوا بنفس الانيشال ستيت، لكن لما صارت الاس 1 صح هنا في اوبريشن، بس احنا قلنا ما بتبين بالستيت دايجرام، ما بتبين بالستيت دايجرام. اذا هنا بده يعمل كلير للاي وللاف، ولكن هذا حنرسمه خلال الفلو تشارت بالكم، خلال الاي اس ام دي تشارت، لكن هنا مش حيبين معي هنا. اوكي بوفي التي زيرو، عند التي زيرو من اس كان واحد بده يروح وين هنا؟ بده يروح يعمل انكريمنت، لكن بده يعمل انكريمنت وقتيش؟ بناء على المعطى كيبس ان انكريمنت انتل ذا اوبريشن ستوبس، لكن وقتيش؟ بالنكست كلوك بولس. النكست كلوك بولس اذا هذا تي زيرو، اذا هذا تي واحد، اذا بده يجي ل تي واحد، وهنا بده يصير الانكريمنت نكست كلوك بولس. تمام اوكي. الان بالنكست كلوك بولس هنا بيجي شرط قصه الاي 4 والاي 3. الاي 3 طبعا هي لسه سيجنيفيكانت بت مقارنه مع الاي 4، لان الاي 4 هي المو سيجنيفيكانت. لما الاي 3 كانت زيرو بده يعمل سمثينج، كمان بده يعمل بروسس، طبعا مش حتنعكس ضمن التي 1 هنا ضف الفلو تشارت، ولكن بده يبين لي بس ايش اللي بده يصير فقط من الستيتس. اذا كانت الاي 3 بيساوي زيرو هو بيعمل كلير، والكاونتر بضله كيبينج ان كاونتينج، ما قالكاش انه هاي تي 0 اي 3 بيساوي زيرو، ما قالكاش بالنكست روح، لا ضله بنفس الستيتس which is تي 1. اذا الاي 3 بيساوي زيرو اذا بده يضله بده يضله انكريمنت ويضله موجود بالتي 1. تمام الان نيجي للي بعدها، الاي 3 بيساوي 1 بده يعمل ايش؟ بده يعمل ست للاي، طبعا مش حيبين عندي هنا. ثم وفى لما كانت الاي 4 بتساوي 0 الكاونتر كيبينج ان كاونتينج، كيبينج ان كاونتينج وما قلتش روح لشغله ثانيه. يعني لما يكون عندي اي 3 واي 4 كان 1 0 1 0 which is 1 0، هيها ال A3 1 وال A4 0 كما هو معطى امامي 1 وهي 0، بده يضل يعمل counting وهو نفس الستيت في داخل الستيت صح، هاي بناء على المعطى الان، ولكن وفي ولكن قال لك اذا كانت ال A3 1 وال A4 1 بده يعمل process شيء معين، وبعدين ايش يعمل؟ بدي يعمل ست للاف يخليه 1، بس وين؟ بالنكست ستيت، بالنكست ستيت وبعدها يوقف كاونتينج. يعني لما يصير اي 3 1 واي 4 بصير 1 حيروح للنكست ستيت، وهيها النكست ستيت الموجوده عندي هنا، هي تي 2. وبعدها لسه ما خلصناش، هاي اوكي اجي هنا لما صار 1 1 اي 3 اي 4 بساوي 1 1 1 1 اجي لتي 3 تي 2 سوري، ووفي بالنكس ستيت، وبعدها بقول لك ستوب كاونتينج، بده يصير يوقف عد. يعني ايش يوقف عد؟ بده يرجع للنشل، خلص خلصنا عد without conditions. طبعا من تي 2 لما رجع لتي 0 without conditions دير بالكم صح؟ لانه خلص عد انه عمل كلير سوري عمل سيتنج للاف بالنكست كلوك which is تي 2، وبعدين ستوب كاونتينج، وقف كاونتينج. ما دام وقف كاونتينج ما بضل موجود بالتي 2 تاعته، برجع للانيشال تاعته اللي بنحكي عنها الانيشال ستيت which is تي 0. نبلش نرسم. اول ما بدنا نبلش بنبلش بالانيشال ستيت صح، الانيشال ستيت تاعتي، هاي الانيشال ستيت تاعتي عند تي 0.
لما يكون اس بيساوي زيرو بيضلوا وين؟ بنفس الستيتس. اوكي هاي الكونديشنز، هاي الاس الكونديشن تاعت الاس لما تكون زيرو بيضلوا بنفس الانيشال ستيتس تاعتي. بينها لما كانت الان سوري لما كانت الاس بيساوي زيرو، لكن لما كانت الاس بيساوي 1 the operation cycle clear counter A and flip flop F. يعني قبل ما يروح للي بعده للنكس كلوك، لما قبل ما تيجي النكس كلوك هنا بده يجي يعمل كلير، بده يعمل كلير لمين؟ سوري بده يعمل انكريمنت. سوري مزبوط، بده يعمل كلير للاي وبده يعمل كلير للاف لما يكون الاس بتساوي 1. اوكي نشوف هاي الاس بساوت 1، اذا عمل كلير للاي وعمل كلير لمين؟ للاف. هاي عمل كلير للاي وعمل كلير للاف بناء على المعطى معاي. بعدها وبقول لك الكاونتر بضل بصير انكريمنت وقتيش بالنكس ستيت، يعني بعد هذه المرحله الامامي الان هذا هي عباره عن تي 0 اللي بعده بده يبلش تي 1 النكس ستيت. هاي النكس ستيت لانه بقول لي الكاونتر increment by 1 starting وقتيش from the next clock pulse. عند the next clock pulse بده يبلش يعمل counting، اذا هنا بتبلش T1 تمام بناء على المعطى الان. هان تحت هاي وهي لسه T1 تحت و T1 بدي اطبق الكونديشن تاع A3 و A4، A4 و A3. A3 اوكي خلينا نوفي ضمن الكونديشنز تاعت A3، يعني بده يجي لعندي كونديشن هنا هو الـ A3. اوكي هاي الكونديشن A3 لما يكون صفر الكونديشنز هذا الموجود عندي هنا لما A3 بدها تساوي صفر بده يعمل في الاول كلير لمين؟ للإي وبضله يعد وين؟ بنفس الستيت يعمل increments counting increments. اوكي هاي اللي بنحكي عنه. هيو عند الاي 3 اذا القيمه كانت صفر بده يعمل سوري بده يعمل كلير لمين؟ للاي ويضل يعد، بده يضل يعد ضمن الستيتس اللي احنا بنحكي عنها. طيب لكن لو كانت اي 3 بتساوي 1 اول شغله ايش بده يعمل للاي؟ هنا عمل لها لما كانت الاي 3 بتساوي 0 عمل لها كلير، هنا بده يعمل لها ايش؟ بده يعمل لها يساوي خليها 1، يعمل سيتنج لها انها تساوي 1 اذا كانت 1. نشوف هاي 1 لما الاي 3 كانت 1 عمل الاي خلاها 1، هيا عمل الاي 1. لسه احنا ما طلعنا دير بالكم من تي 1 لسه. تحت شرط الاي 3 لما يكون 1 بيجي لعندي لما يكون الاي 4 بيساوي 0 مره ومره الاي 4 بيساوي 1. اذا تحت هاي بده يجي كونديشن ثاني وهي الاي 4 لما الاي 4 بيساوي 0. هي لما الاي هذه اي 4 بيساوي 0 ومره اي 1 خليها 0 في الاول الكاونتر كيبز ان كاونتينج. ما دام كيبز ان كاونتينج اذا بده يرجع هنا في نفس الستيت يضل يعد اي بلس 1 لما يساوي اي 4 بيساوي 0. هي لما اي بيساوي 0 طب لو كان لو الـ A4 بيساوي 1 هنا بيساوي 0 بدنا نطلع خط ثاني ونحط الـ A4 بيساوي 1 ايش بده يعمل؟ بده يعمل الـ F set 1 يخلي الـ F بتساوي 1 ولكن وقتيش؟ في الـ next state في الـ next clock. هي واضحة أمامي بالـ next clock يعني عند النقطة هاي عند النقطة هاي انتهت T1 هذه كلها T1 بعد النقطة هذه بتبلش T2 لما الـ A4 بيساوي 1 يعني عند هاي بنبلش A هاي A1 A4 بيساوي 1 بتبلش T2 ايش بده يعمل عند T2؟ عند T2 ايش بده يعمل لما اجت النكست كلوك؟ بده يعمل كلير لمين؟ سوري بده يعمل سيتنج للاف للفليب فلوب اف يخليه 1 وبعدين ستوب كاونتينج. ما دام ستوب كاونتينج اذا بعد هذه النقطه بده يرجع للانيشال ستيتس تاعتي
اللي وصلنا لها هذه في النقطة هذه. أعتقد بالطريقة هذه شرح المسألة الأمامي هنا واضحة. الستيت دايجرام زي ما حكيت وببين لي الترانزيشن وببين لي وين يروح ضمن الكونديشن المعطى معي، ولكن ما ببين لي ايش الاوبريشن ايش اللي يعملها. لكن الفلو تشارت او التشارت الاي اس ان دي تشارت تاعي الامامي ببين لي الستيتس وين الترانزيشن وين يروح، زائد ايش الاوبريشن الاكسكيوشن اوف اوبريشن اللي انه يعملها. واضحه الامور بهذه الطريقه. اوكي نوفي. طبعا اوكي من الكلام اللي بنحكيه هنا او من الستيت دايجرام ها، اوكي يمكن الستيت دايجرام مش كافي على اساس يعمل لي الاوبريشن، ولكن من الاي اس ام دي تشارت هاي بقدر اعمل التيبل الامامي الان، التيبل الموجود امامي هنا. رسمه او كتابه التيبل من اهم الامور، دير بالك انك كيف تكتب التيبل هنا. لو انا بدي ابلش من تي 0 نفترض، اوكي بغض النظر ايش قيم الكاونتر، هاي موجود عند الكاونتر دير بالك، وبلش 0 0 0 0 لما اصل لمين؟ ل 1 1 1 1 صح. لكن انت لو لاحظت انا ما وصلش ل 1 1 1 1 لان احنا قلنا سابقا انه انا الكاونترز هنا اللي بتحكم او البتات اللي لها تحكم بالسيكونس مش A1 ولا A2، اللي لها تحكم A3 والA4 ضمن الكونديشن المعطى موجودة أمامي هنا. الآن لو بدي أطلع على T0، لو أنت بتلاحظ T0 هنا، T0 بغض النظر ايش القيمة الكاونتس اللي صارت هنا، انا بعنينيش الكاونت اللي صارت هنا دير بالكم، انا بعنيني القيم اللي اجت هنا بالتي زيرو. هاي انا عندي التي زيرو هنا الحين لما نطلع من الستيت تاع تي 2 which اف بيساوي 1 وطلع ورجع للانيشلز، الاف خلاها 1 صح، ولكن رجع قبل شوية الاي برضو خلاها 1. يعني التي زيرو لما بلشت E1 بيساوي 1 F1 بيساوي 1 ضمن الكونديشن مين؟ ضمن الكونديشن تاعت انه A3 بيساوي 1 والA4 بيساوي 1، ولكن وقتيش بالنكس ستيت لهذا السبب هنا بالنكس ستيت وليس بالبريزنت ستيت اللي انا موجود فيها صح؟ اوكي الان اذا لما تي زيرو بلشت بتبلش طبعا انه بوث 1 1، لكن ارجع للتي زيرو هنا، لو رجعت للتي زيرو هنا بقول لك اعمل كلير للاي 1 واعمل كلير للاف وين بالنكست ستيت بالنكست كلوك بالكلوك اللي بدها تيجي بعدها. يعني تي 1 حيبلش تي 1، اذا انت بلاحظ عشان هيك احنا كتبنا الجدول بهذه الطريقه، تي 1 بلش بايش؟ بلش انه الكلوك او سوري الكاونترز معمول له كلير تي 1، هاي تي 1 بلشت انه البيتس تاعت الكاونترز معمول له كلير، زائد اذا انت بتذكر كمان قال لك اعمل كلير مش بس للكاونترز، واعمل كليرز لمين كمان؟ واعمل كلير للاف، لانه احنا اتفقنا انه في قيم اجت هنا عند التي 1 لما بلشت بالتي 1 في قيم بالكاونترز وفي قيم بالاي والاف، الاي بقى كان 1 والاف كان 1 كان ان 1 وهي ان 1. الان بالتي 1 اول ما بلش تي 1 عمل لك قال لك اعمل كلير لهنا اعمل كلير لهان وعمل كلير للكاونتر صحيح، وبلش يعمل انكريمنت وقتيش؟ بالنكس ستيت. لهذا السبب بالنكس ستيت من 0 صار 1 وعمل كلير لمين؟ للاي، وعمل كلير للاي صح. اوكي بعدين ظلوا يعد كاونترز كمان 0 1 ظلوا كلير 1 1
بعدين بدي يجي لأربعة، صار بعد ثلاثة أربعة، ولكن عند الأربعة صارت وان ضمن الكونديشنز تاعي. لكن ضمن الكونديشنز تاعي انه لما الـ A3 يساوي 1، A3 يساوي 1، هيو A3 يساوي 1، هاي A3، A3 يساوي 1، وهيو A3 يساوي 1، اعمل لي سيتنج لمين؟ اعمل لي سيتنج للـ E. اذا لما شافوا 1 هيو عمل له سيتنج 1، بعدين من 4 ل 5 برضو 1 بده يعمل له سيتنج 1، 6 7 1 صح. الحين بعد السبعة اجت 8، اجت 8، يعني الـ A4 بيساوي 1، A4 1 هيها، A4 بيساوي 1، A4 موجود عندي 1، والـ A3 سوري A4 بيساوي 1 و A3 0. بس الكونديشن الموجود عندي هنا دير بالك، ولو انت ملاحظ عليه، الـ A4 1 صحيح، لكن الـ A3 1 مش 0. الـ A3 0 تحت هاي، مظبوط؟ يعني بده يعمل clear regardless what's the value، regardless what's the value of A4، سوري الـ A4، الـ A4 أجا 1 regardless the value of E3، اذا بده يعمل له سيتنج للاي، بده يعمل، بده يعمل كلير للاي. اذا هاي بالنكست ستيت عمل كلير وظل موفي عامل كلير. لما نوصل النقطه من 12 وبعدين بده يبلش ايش، بده يبلش 13، من 12 ل 13. الآن من القيمة هاي، لو أنت بتطلع بالقيمة هاي، قبل ما انتقل للقيمة هاي، لو بتطلع للقيمة هذا، في عندي هنا زيرو، لكن بعدها صار وان، صار وان وان. بوث الاي ثلاثة والاي أربعة، اي ثلاثة والاي أربعة وان، إذن الاف بده يخليها وان، صح؟ بده يخلي الاف وان. وهلو ما جرب هذه الطريقة، هيك بنكتب الفلو الستيت دايجرام، سوري التيبل دايجرام، تيبل ستيت تيبل امامي. اوكي، الجزئيه هذه مش هشرحها طبعا، حسيبها هذه عباره عن سكند ميد تيرم، وحنحسبه من 10 طلع لي. اوكي، هاي الموجود امامي، الموجود امامي عباره عن البلوك دايجرام، ولكن انا طالب منك طلع لي الستيت دايجرام، سوري الستيت تيبل، بدي اشوف الستيت تيبل، وبدي اشوف الايكويشن كيف تطلع لي قيمه الايكويشن من الستيت تيبلز. هذا حنسيبه كسكند ميد تيرم. الفيرست ميد تيرم كان من 20، اوكي حنسيبه ضمن الكونديشنز تاع السكند ميد تيرم، بغض النظر كم كم تاسك حناخذ بالنسبه للسكند ميد تيرم. اوكي، نوفي سؤالنا، نفس السؤال دير بالك، ولكن الان انا بدي اشتغل بايش؟ بدي اشتغل بالكنترول، بدي اشتغل بالكنترول لوجيك. الان اذا بتتذكر اللي كان موجود امامي، انا بدي اشتغل بالكنترول، اللي كان موجود امامي ثلاثة انبوتس، اذا ذكرين كان عندي الكاونتر، وهو اللي بيكون عبارة عن A1 A2 A3 A4، ولكن قلنا A1 و A2 ما بيأثرن بالكنترولر، صح؟ اللي بيأثر بالكنترولر مين؟ ل A3 و A4. إذا هذا inputs. شغلة تانية، اللي بيأثر بالكنترول كمان كان الاس، لما كانت الاس بتساوي 0 بيظلوا بالinitial state which is T0، لكن لو كان 1 بروح علي بعده بعمل execution لصم operation بناء اللي شفناه قبل شوية، وبروح لنكس ستيت بعدها. اوكي، هذا اذا الـ inputs as a function of three inputs، الـ S زائد الـ A3 و A4. الـ output تاعي هنا حيكون هو عبارة عن الـ state او الـ block states، خلينا نقول الـ block state، لانه موجود عندي، كان عندي بالانيشال ستيت هي تي 0 ثم انتقلنا لتي 1
واخر جزئيه تي 2، ومن تي 2 رجعنا مره ثانيه بعد ما استوب الكاونتنج رجع ل تي 0 كان ذكرين. اذا الاوتبوت حيكون عندي تي 0 وتي 1 وتي 2، هذا الستيتس اللي حنبلش فيها. اي حال تقريبا هذا البلوك اللي حنشتغله ونشوف. هاي الموجود نفس الرسمه تاعتي، الستيت دايجرام، الستيت دايجرام تاعتي هي هي مش حتتغير. السيكونشال تاع الكنترولر كيف بدنا نشتغل فيه، احنا قلنا في عندي الاوتبوت او الستيتس، وهي الاوتبوت الستيت بوكس تاعتي كانت في عندي، كانت تي 0 وكان عندي تي 1 وكان عندي تي 2. الكتاب خلينا ناخذ نفس نفس مثال الكتاب، بدناش نغير شيء، لكن ممكن احنا نغير، لكن بدناش نغير شيء. التي 0 كانت، ما دام احنا بنتكلم عن ثلاث باكسات، يعني بحتاج 2 بيتس. التي 0 عباره عن 00، التي 1 10، والتي 2 اعتبره هو 11، واعتبر التي 3 اعتبر التي 3 as 10 انه don't care states، انه الستيت هذه لم تستخدم. التي تي 3 which is 01. اوكي ماشي. اذا ما دام ما اتكلم على 2 bits، اذا انا بحتاج اكم في flip flops عشان اعمل الشغل ده، بحتاج 2 flip flops جي 0 وجي 1. برضو مش هغير مش هيغير بالدايركشن، دير بالكو. الجي 0 هو الموست سيجنيفيكانت والجي 1 هو اللي سيجنيفيكانت بناء على الكتاب، لكن احنا ممكن نغير. لو غيرنا هنا كل شيء هذا بده يتغير، دير بالك. انا بدي استخدم نفس المثال اللي في الكتاب. اوكي نبلش بالتي 0. التي 0 التي 0 احنا قلنا كم كيس إلها، كانت إلها 2 كيسز. احنا قلنا تي 0 0 0 صح، ومن 0 0 ظلت جوا 0 0 لما كانت الاس بتساوي 0، وانتقلت التي 0 ل تي 1 لما الاس صارت 1. يعني هاي عندي 2 كونديشن، 2 سيمبلز حيكون عندي هنا 0 0 و 0 0. من 0 0 را ظلت جوا 0 0، وقت ايش ظلت جوا 0 0؟ لما الاس كانت 0. اذا الانبوت هنا بده يكون 0 بغض النظر عن القيمتين اللي هان، بغض النظر عن قيمه الاي 3 والاي 4. الاس 0 بريزنت ستيت 0 0 راحت ل 0 0 لما كانت الاس 0 0، سوري لما الاس كانت 0، بغض النظر عن قيمه الستيت، قيمه ال A4 و A3. هذه بحدد النقطة هاي اللي بنحكي عنها. طيب لما كانت كنا بالستيت 0 0 ولكن الاس صارت 1، انتقل لمين؟ انتقل للتي 1. يعني من 0 0 لما الاس صارت 1، هذه صارت 1 بغض النظر عن القيمة الموجودة هنا، بغض النظر عن القيمة الموجودة بال A4 و A3، راحت للنكست ستيت which is 1 0، وهي تي 1 صح؟ اوكي تعال نطلع على الاوتبوت الموجود هان. الاوتبوت احنا اتفقنا سابقا انه عباره عن 3 اوتبوتس، وفي شغله تمثيل الاوتبوت اذا انت ملاحظه هو عباره عن 1 هوت، لانه اكم ستيتس عندي هنا، ثلاث ستيتس، اذا بده يكون عندي ثلاث بيتس. القيمه الاوتبوت حيكون 1 1، لانه 1 هوت. لان وين انا لسه ضمن الستيت 0 0، لهذا السبب تحت تي 0 1 1. لكن اذا كنت تحت تي 1، اذا تحت تي 1 هنا اللي بكون 1 1. اذا كنت تحت تي 2، تحت تي 2 الان بكون 1. هذا اللي بنسميه 1 هوت سيمبل، اذا ذكرينه قبل شابتر اعتقد. اي حال وصلنا لمين؟ لتي 1. اذا البريزنت ستيت صارت تاعتي 1 0.
لكن تعال نطلع على المثال الستيت دياجرام الموجود عندي هنا. الستيت دياجرام كم كونديشنز إلها؟ إلها ثلاثة كونديشنز بناء على المعطى. النظالها ضمن التي 1 لما تكون الاي 3 بيساوي 0 بغض النظر عن القيم الثانية، وبتظلها كمان ضمن تي 1 لما قيمة الاي 3 تكون 1 وقيمة الاي 4 تكون 0، صح؟ هاي الكونديشن الثانية. بعدين بتنتقل تي 1 تروح لتي 2 لما يكون اي 4 اي 3 بساوي 1 1. اذا في عندي بدي احط 3 هنا، تي 1 تي 1 تي 1 من تي 1 تي 1 تي 1. الان ضمن الاولى بدي اعمل ساتيسفاينج ذس كونديشن. ضمن الاولى تي 1 حظلها تحت تي 1 لما تكون قيمة الاي 3 بساوي ايش؟ 0. وين اي 3 هيها بساوي 0؟ بغض النظر عن القيمة التنتين. تعال للي بعدها، تي 1 بتظلها بتي 1 لما تكون تي 1 بتظلها في تي 1 لما تكون قيمة الاي 3 والاي 4 1 0 لما تكون 1 0 هيها 1 0 1 0 حتظلها في نفس الستيت، هي 1 0 بغض النظر عن قيمة S كمان. اوكي، نيجي للي بعدها، من T1 بدها تروح لT2 بدها تنتقل، دير بالك مش حتظلها في نفس الستيت، حتروح لنكست ستيت which is T2 which is 1 1. النكست ستيت كانت 1 1 هي. وقتيش لما الA3 والA4 تكون 1 1 بغض النظر عن قيمة الS، يعني لما نطلع هنا بدي احط 1 1 بغض النظر عن قيمة الـ S، بحطها X دير بالكو regardless of the value of S. من T1 حتنتقل لمين؟ ل T2. T2 قلنا 1 1 هيا T2. طيب الآن من T2 لما رجعت ل T0 هل رجعت ضمن conditions؟ طبعا لا، قلنا لكم قبل هيك انه عمل كلير للاف، اعتقد والله ليه للاف، سوري عمل سيتنج للاف وستوب كاونتنج، اذا برجع للانيشال ستيت وذاوت كونديشنز. اذا من تي 2 which is 1 1 بده يرجع ل 0 0 وذاوت كونديشن regardless what's the value of s او the value of e 3 او e 4. اوكي، بهذه الطريقة اعتقد وضحت الامر. الاوتبوت زي ما حكيت لكم، ما دام انا بتكلم عن تي 2 اذا تحت تي 2 هو الواحد والباقي الزيرو هو اللي بنسميه وان هوت. وبهيك كتبنا عبينا الستيت تيبل الامامي. الان بعد الستيت تيبل الامامي بدي اطلع عدة شغلات. احد الامور اللي انا بدي اطلعها، بدي اطلع قيمة الـ next state او قيمة G1 وقيمة G0، وبعدين بدي اطلع قيمة T0، وبعدين بدي اطلع قيمة T1 وقيمة T2. الان القيم اللي انا بدي اطلعها ضمن الـ vertical، طبعا ضمن الـ columns الموجود عندي، لما انا بدي اطلع تحت G1 وين في 1، وهذا اللي بدي اعبيه ضمن الـ K map واطلع قيمته. تحت G0 بدي اطلع على قيمة الوان، الوان موجود عند هاي وعند هاي وعند هاي وعند هاي، وعبيهن بالجدول وهلم مجرى. لكن بدك تحط في ذهنك ال 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 as a function of what، طبعا as a function of present state و inputs. اذا الكي ماب حيكون عندي هنا 5 variables مش 4 variables، لانه عندي present state 2 bits وعندي inputs 3 bits، اذا حيكون كله 5 bits. الكي ماب 5 variable كي ماب زي ما حكينا، بنرسم 2 4 كي 4 variable كي ماب، والاولى بنحطها بزيرو والثانيه بنحطها بوان، حنشوفها. بس تذكروا لي القيم، اوكي مش حناخذ كل القيم، اوكي بس خلينا نطلع على جي 1. جي 1 كانت تحت مين؟ تحت، خلينا اكتبها لانه بلاش ننساها كمان شويه.
بدي انا هذه، لانه الباقي كله صفر. الكي 1 سوري جي 1 كانت جاي عند مين؟ عند لما كانت 0 1 هيا 0 1 اكس اكس 1 1 هاي 1 واي كمان 1. اوكي الاكس تاعتي هذه مره بدها تكون 0 ومره بدها تكون 1، يعني مش حتكون ال1 حتكون عند قيمتين، دير بالكم حتكون عند 0 1 0 1 1 وحتكون عند 0 1 1 1 1. وينطبق الكلام على الثاني، نفترض انك بدك تاخذ جي 0، تعال لل1 اللي هنا، اللي ال1 اللي هنا حتاخذ كونديشن 2، حتاخذ كونديشن 0 1 صح، ولكن حتاخذ التو كونديشن هذولا، التو كونديشنز تاعت الموجودين عندي هنا ما راح تكون 0 0 0 وما راح تكون 1 0 0 وحترجع برضو 4 كومبينيشنز دير بالك، وحتروح مره 1 0 1 1 0 0. اذا حيكون عندي 4 كومبينيشن تحت هذا، لانه عندي 2 اكس دير بالك، ال 2 اكس حتطلع لي 2 كومبينيشنز. عند الثاني هذا عند ال 1 هاي لما ناخذ القيمه هذه الاكس هذه مره حتكون 0 مره 1، عند ال1 هاي بالنسبه للجي 0 مره برضه حتكون 0 مره حتكون 1، ولو ما جرب هذه الطريقه احنا بس حنطبق على الجي 1 فقط على النقطه هذه مره 0 ومره 1. اوكي احنا حنطلع قلنا ايش الجي 1 والجي 0، احنا قلنا حيكون عندي 5 variables، ما دام 5 variables the most significant variable هو G1 كان، اذا ذكرين G1 مره بكون 0 هنا ومره بكون G1 بكون 1 هنا، اذا حيتبقى عندي ال 4 bits. ال 4 bits هي بناء على ال السيكونس ساعتها كانت جي 0 اس اي 3 اي 4 ولا ما جرى. اوكي نيجي نطبق القيمه هاي، القيمه هذه عباره عن 0 1، الزيرو هذا الزيرو تاعت مين؟ تاعت الجي 1، يعني تحت الفور فاريبل هنا بدي اعبي، حعبي 1 0 1 1 اكتبهم على اساس تشوفهم. انا اللي بدي اعبيه هنا بدي اعبي مره 1 0 1 1 ومره بدي اعبي 1 1 1 1. الان 1 1 هاي 1 1 1 1 1 1 هاي التحتانيه هاي 1 1 1 1 هاي اللي بعدها 1011 1011 هيا. إذن هي القيمة هذه، إذن بدها تكون هي القيمة هاي. القيمة هذه عبارة عن إيش؟ عبارة عن G1 برايم، ما تنساش G1 برايم لأنه أنت تحتاج فقط، أنا في شيء G1 برايم بعدها G0 هيا تحتاي G0 الهوريزونتال G0 الفيرتيكال A3 A4 وسيبن زي ما هن، دير بالك احنا انا يمكن انا حاطط هنا حاطط القيمة عبارة عن T1. طب ليش بعضكم هيقول لي طب ليش T1؟ ما احنا قلنا قبل هيك G1 وG0 يعني هذا حتكون قيمة 0 هذا هتكون قيمة 1. طب 0 1 هي عبارة عن قيمة ايش؟ تي 1. طب اطلع على هاي نفس الشغلة برضه هاي جي 1 برايم وجي 0 عبارة عن 0 1 يعني تي 1. خلينا بس امسح هاي اذا المعادلة الاولى تاع دي جي 1 هتطلع لي هيك. المعادلة الثانية بعد ما تعبي طبعا الكرنب ماب بتاعي هتطلع دي جي 0 قيمتها هيك.
بناء على تعبئتنا والكومبينيشن تاعتي. الان خلصت هيك؟ طبعا ما خلصت الشيء. احنا هنا طلعنا مين؟ طلعنا فقط الدي جي 1 والدي جي 0. بدي اطلع تي 0 وبدي اطلع تي 1 وتي 2. اذا في عندي حيكون كرنب ماب تاني كمان عشان اطلع قيمة التي 1. بعد ما فرغنا القيم الموجودة بالستيت دياجرام اللي قبل شوية، طلعت عندي هذه هي القيم، وهي عبارة عن ايش؟ عبارة عن جي زيرو براين، سوري تي زيرو، سوري مظبوط، عبارة عن جي زيرو براين، هاي الموجود هنا جي زيرو براين، بس ما تنسى ليش جي وان براين. هاي تعال الثانية برضو عند جي وان براين، ولكن هنا تحت ايش؟ تحت الجي زيرو. اذا طلعنا تي وان وطلعت سوري طلعنا تي زيرو وطلعنا تي وان، ظل عندي مين؟ التي اثنين which is 1 1. الآن لما عبينا القيم، تعبيت القيم، طلع عند القيم هي هاي فقط. لو رجعت بنفسك هتلاقي هاي القيم. إذا القيمة هذه عبارة عن إيش؟ عبارة عن جي 1 جي 1 جي 0 جي 0. إذا هاي تي 3. إذا طلعنا قيمة الانبوت للفليب فلوب وطلعنا قيمة التي 0 وتي 1 وتي 2. تعال نيجي نرسم الرسمة تاعتنا. احنا استخدمنا دي فليب فلوبس، دير بالكم هاي قيمة الانبوتس تاع الفليب فلوب الاولاني هو تي دي جي 0، وهاي قيمة الانبوت تاع الفليب فلوب الثاني وهو الدي جي 1، وبناء على القيم اللي طلعت معي. ثم في نفس الوقت طلعنا قيمة التي 0 وان تي 0، طلعنا قيمة التي 0، طلعنا قيمة تي 1، طلعنا قيمة التي 2. بهذه الطريقة طلعنا اللوجيك كنترول دايجرامز تاع الاي اس ام تشارت بهذه الطريقة. واعتقد هيك ننهي هذه المحاضرة، محاضرة الاي اس ام دي، ونراكم ان شاء الله على خير في المحاضرة الرابعة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.